هاي حلوين، الاخبار عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. اخيرا هنرجع نتكلم تاني عن الشعر بعد انقطاع فتره طويله قوي ما اتكلمناش فيها عن الشعر. النهارده جاي لكم فيديو كتير جدا الفتره اللي فاتت طلبوه مني بشكل غير مسبوق. لو انتوا جداد على قناتي احتمال كبير ما تبقوش شفتوا الفيديو الاولاني اللي انا نزلته على القناه بتاعتي من 6 سنين فاتت. مش قادره اصدق انه بجد من 6 سنين بس. فالناس رجعت تاني الفيديوهات القديمه تشوف انا امتى نزلت اول فيديو، وشافت الفيديو الاولاني واتصدمت ان شعري كان خفيف جدا جدا وكان قصير خالص، يعني تقريبا كان لحد هنا. وانا عارفه ان الفتره طويله، يعني بقى لنا 6 سنين، فطبيعي اي حد في العالم بعد 6 سنين شعره هيطول. بس الناس برضو كان عندها فضول رهيب تعرف انا ازاي طولت شعري، وسبيشلي كمان ان الموضوع ما كانش بس عباره عن طول، في تحسن كبير كمان في تقل الشعر وفي شكله لمعته وملمسه وكل حاجه. انا بصراحه ما خدتش بالي ان شعري تقل لحد ما لقيت بنات من ايام الجامعه بيخشوا عندي على الانستغرام بيقولوا لي بس ما شاء الله شعرك تقل قوي عن زمان. لما الناس دي ابتدت تعلق على الموضوع وما الناس اللي كانوا معايا في الجامعة ابتديت بقى اخد بالي ان فعلا ممكن يبقى في حاجه اتغيرت. هقول لكم النهارده على كل الحاجات اللي انا عملتها بقصد ومن غير قصد علشان شعري يوصل للمرحله اللي انا فيها دلوقتي. هبتدي اتكلم اول حاجه عن الحاجات اللي انا عملتها وانا مش واخده بالي او من غير قصد، لان من وجهه نظري هي دي الحاجات اللي الناس ما بتتكلمش عليها كفايه لما بنيجي نتكلم عن تقل الشعر. اول حاجه واهم حاجه عايز اتكلم عنها هي طريقه غسيل الشعر. زمان انا ايام الجامعه كنت بغسل شعري كل يوم، تخيلوا يا جماعه، كل يوم بغسل شعري بشامبو احط عليه بلسم وانشفه بفوطه خشنه، وبعد ما ينشف بعمله سشوار وغالبا ستريتنر كمان. اول حاجه عملتها ان انا قللت عدد مرات الغسيل بتاع الشعر بعد ما خلصت الجامعه. ابتديت ان انا اغسله يوم ويوم لا، وبعد كده بقيت اغسل شعري 3 مرات في الاسبوع بس. وبحاول دلوقتي ان انا اغسل شعري مرتين بس في الاسبوع، بس دي صعبه جدا جدا. ولكن الحقيقه ان الزيوت اللي شعرنا بيفرزها دي مهمه جدا علشان الشعر يبقى رطب ويبقى ناعم ويتغذى ويطول. فتقليل عدد مرات الغسيل كان اول حاجه انا عملتها. تاني حاجه بقى وبالنسبه لي هي اهم حاجه انا عملتها في حياتي فيما يخص شعري، وهي ان انا ابتديت اخفف الشامبو اللي انا بستعمله بميه. يعني ايه؟ يعني بجيب علبه زي دي على طول موجوده في الشاور، دي كانت علبه تونر قديم عندي. باجي اغسل شعري بالشامبو ما بمسكش العلبه كده واحط الشامبو على ايدي وبعدين ارغيه واحطه على شعري. دي اكتر حاجه بتدمر وتقتل وتنشف وتوقع الشعر، بالذات لو بتستعمله شامبو كوميرشال او تجاري من الشامبوهات الموجوده في السوبر ماركت عادي. لما بيتحط مباشره على الشعر بينشف الشعر جدا جدا، واحيانا بيسبب حساسيه فروه الراس كمان. فزي ما بقول لكم اللي انا بقيت اعمله ان انا بقيت احط الشامبو بتاعي جوه الازازه دي، يعني بفتحها كده وبحط فيها الشامبو، هنا بحط الكميه العاديه اللي انا كنت بستعملها زمان بحطها هنا، وبعدين اعبيه ميه لحد هنا تقريبا يعني نص الازازه، بعدين اقوم مغطيها تاني واقعد ارج فيها كده لحد ما تعمل رغوه او تكون رغوه جوه الازازه زي ما انتم شايفين اهو، مع ان كان فيها شويه صغيرين بس عملت رغوه برده. بعد كده بفتحها من فوق فيها اللي هي الفتحه الصغيره دي، بعد كده بقى احط على شعري كده وهو مبلول في الشاور وابتدي ان انا اغسل فروه راسي. دي حاجه من الحاجات اللي انا عملتها من غير قصد، يعني انا كنت بعمل كده بس علشان اقلل الجفاف بتاع شعري، ما كانش هدفي خالص ان انا اتقل شعري او اطوله او انعمه او اي حاجه من الحاجات دي، كان كل هدفي بس ان انا اخليه رطب مش اكتر، لما اطلع من الحمام ما يبقاش فروه راسي ناشفه قوي ومتحسسه. الحاجه الثانيه المهمه قوي برده اللي ليها علاقه بغسيل الشعر واللي برده عملتها من غير قصد، هي ان انا زي ما بقول لكم بقيت احط الشامبو على فروه راسي بس ولا بلمس اطراف الشعر، يعني ما بلمسش اطراف الشعر خالص. يعني زمان كنت بعد ما بحط الشامبو على ايدي كده بمسك شويه شامبو وبدعك شعري كده، تخيلوا كنت بقى يعني بغسل اطراف شعري نفسها بالشامبو. ودي يعني دلوقتي لما بفكر في الموضوع بجد بقشعر قد ايه انا كنت بس عماله اهلك في شعري وعماله انشفه على الفاضي. اطراف الشعر مش محتاجه كميه الغسيل دي، وبالذات تاني لو بتستعملوا شامبوهات من اللي هي فيها سولفيتس، مش محتاجه تتغسل زي المواعين كده تمسكوها وتحطوا شامبو وتقعدوا تغسلوا في شعركم بالطريقه دي، بالذات الحركه دي كمان مدمره للشعر، وبالذات لو انتوا شعركم من الشعر الخفيف اللي زي شعري اللي هي فتله الشعر نفسها خفيفه مش قويه ما تستحملش الفرق ده كله. بطلت اعمل كده تماما، وبقيت لما باجي اغسل الشامبو من على الجذور بتاعه شعري بنزل الميه اللي فيها اوريدي الشامبو المتخفف على اطراف الشعر وبشطف الشعر كده، يعني مجرد ان انا بس بعمله كده من على الاطراف، وهي اوريدي الميه اللي نازله اللي فيها اوريدي شامبو بتغسل الشعرايه من غير ما تقعدوا تفركوا فيها وتنضفوها بشامبو زياده. حاجه كمان بقى من الحاجات اللي انا برده عملتها من غير قصد اللي بيتهيألي هي ساعدتني شويه، فاكرين الفرشه بتاعه فروه الراس اللي انا حكيت لكم عنها قبل كده في فيديو النظافه الشخصيه؟ قلت لكم ان في فرشه كده بحب استعملها علشان انضف قوي فروه راسي. هي عباره عن فرشه لفروه الراس، بعد ما بتحطوا الشامبو بتدعكوا بيها فروه الراس علشان تطلع مثلا اي لو عندكم قشره لو في اي
زيوت متراكمه، لو في اي اتربه او ساخ، اي حاجه متجمعه على فروه الراس بتطلعها. من وجهه نظري اعتقد ان الفرشه دي كان ليها دور كبير برده في ان شعري يطول وهو هيلثي وهو صحي، لان هي ما كانتش بتسمح لاي شوائب او لاي قشره او لاي زيوت ان هي تتكون وتتراكم حوالين بصيلات الشعر. كنت بحس ان انا لما بطلع من الشاور بجد فروه راسي نظيفه، وفي نفس الوقت كنت بحس ان هي بتعمل زي مساج كده لفروه الراس. احتمال كبير ان ده برده يكون ساعدني في تحفيز البصيلات بتاعه الشعر ان هي تطول. يعني بما اننا لسه بنتكلم عن الشاور وكنت بعمل ايه اثناء الشاور، دلوقتي هحكي لكم بقى عن تنشيف الشعر وازاي طريقتي في تنشيف الشعر اتغيرت دراستيكلي. زمان كنت بطلع من الشاور زي اي بنت، امسك شعري بالفوطه واقعد اعمل نفس الحركه القاتله المميته في شعري علشان انشفه بالفوطه. طبعا كنت بستعمل فوطه من الفوط العاديه الموجوده في البيت، فوطه وش عادي يعني بتبقى ناشفه شويه، وده كان اكبر واهم سبب في ان شعري يتقصف. انا دايما كان عندي تقصف في شعري، دايما 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 مهما حاولت ان انا اعتني بشعري دايما الاطراف كانت متقصفه. بس بعد كده قررت ان انا ما استعملش الفوطه بتاعت الشعر دي ابدا، وابتدي ان انا استعمل حاجات قطن علشان انشف بيها شعري. في الاول ابتديت استعمل تيشرت ابيض قطن عادي جدا، كنت بمسكه بنشف بيه شعري زي طريقه الفوطه بس من غير طبعا الحركه دي. احيانا كنت بربط شعري وبلف عليها التيشرت القطن دي. وبعد كده قررت ان انا اجيب الشاور كاب القطن ده، مش باين قوي في الفيديو بس هو عبارة عن شاور كاب مطاطي بيتحط على الشعر كده تلبسه كده، بس الفكرة ان هو معمول من القطن 100% فمش خشن زي الفوط. مهم جدا جدا ان انتوا تبطلوا تربطوا شعركم بالفوطه زي ما كلنا كنا بنعمل، لان دي من اكتر الحاجات اللي بتقصف الشعر وبتخلي شكله من تحت كده عامل زي الابر زي الدبابيس كده من تحت، فانتوا بالتالي بتحسوا ان شعركم مش بيطول، في حين ان هو بيبقى بيطول فعلا من فروه الراس بس من كتر ما بيتقصف من الاطراف بتحسوا ان هو كانه مفيش اي فرق في الطول. التقصف ده برده بيفرق في شكل الكثافه بتاعه الشعر، لو الشعر متقصف من تحت مش نفس يعني مش نازل بنفس الثيكنس او بنفس الكثافه، بتحسوا ان الاطراف بتاعته خفيفة وبهتة بيبقى شكلها كارثي بصراحة. وانا في الجامعة برضو كنت بحس ان انا شعري لازم كله يترطب، ما ينفعش حتة تترطب وحتة لا، فما كنتش بقدر ابدا اوقف البلسم لحد هنا، كنت لازم احطه على الجذور بتاعت الشعر واحطه على الشعر كله بالكامل. ده كان بيعمل مشكلتين، المشكلة الاولانية ان هو كان بيزيد افراز الزيوت في فروة الراس وبالتالي بيخليني عايز اغسل شعري عدد مرات اكتر، وتاني مشكلة ودي اكبر مشكلة بالنسبة لي ان هو كان بيتراكم حوالين بصيلات الشعر وبيسبب زي حساسية كده في فروة الراس وكان بيعمل مشاكل رهيبة بصراحة. فمن ساعة ما بطلت ان انا احطه على الجذور بتاعت الشعر وبقيت اركزه بس لحد هنا كده، اعتقد ان ده فرق جدا في صحة فروة راسي وبالتالي صحة الشعر اللي ابتدى يطلع. حاجة من الحاجات البديهية اللي اكيد كلكم هتبقوا يعني سمعتوا عنها قبل كده كتير، ان انا قللت السشوار وقللت الصبغة وقللت البروتين او وقفت البروتين. بس انا كنت بعمل بروتين لان انا من كتر ما كان شعري جاف ومتضرر ومحروق كان هايش، عارفين انتوا الشعر المنفوش ده اللي هو طلعوا من الشاور كده تحس ان هو منفوش كده. طبعا لاني وقتها كنت بستعمل سشوار كل يوم باستمرار وكنت بغسل شعري كتير، كنت بصبغ شعري وكنت بنشفه بالفوطة اللي هي بالطريقة دي، فكان بيعمل كهرباء استاتيكية فظيعة، فكنت محبوسة في دايرة كده مغلقة من النشفان والدمار والسشوار والجفاف وحاجة فظيعة. انا عملت بروتين 3 مرات في حياتي واكتر حاجة ندمت عليها، ومنصحش اي بنت في العالم ان هي تعمل بروتين لشعرها الا لو شعرها فعلا 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 محتاج. انصحك ان انت تفكري في اي حاجة تانية غير موضوع البروتين ده، لانه على المدى الطويل مش صحي لا لجلدك ولا لفروة راسك ولا لشعريتك نفسها ولا حتى للرئتين بتوعك، يعني هو كمان يعني بيعمل مشاكل تانية كتير. فوقفت البروتين وقللت السشوار وقللت جدا من الصبغة كمان. دول طبعا ال3 حاجات البديهية جدا، انا مش هقف عندهم كتير لانهم بديهيين جدا بس ساعدوني جدا جدا في ان شعري الكواليتي بتاعته تتحسن. حاجة كمان من الحاجات المهمة جدا اللي الناس كتير قوي قوي بتغفل عنها هي تمشيط الشعر يوميا. تمشيط الشعر بيحفز الدورة الدموية جوه فروة الراس، يعني بيعمل زي مساج كده لفروة الراس. فحتى لو انت شعرك ما فيهوش عقد، حلو ان انت تمسكي فرشة الشعر وتمشطي كده بشويش خالص على فروة الراس علشان تفيدي شوية الدورة الدموية وتعملي نفسك زي مساج كده. بس طبعا لو انت شعرك بيقع بكثافة قوي يعني عندك تساقط شعر رهيب، يعني كل ما تمسكي الفرشة تلاقي شعرك بيقع، فطبعا ابعدي عن تمشيط الشعر المستمر. التعرض للشمس على فكرة بيحرق شعرنا زي ما بيحرق جلدنا بالظبط، فلو انت خارجة في مكان عارفة ان انت هتتعرضي للشمس كتير او رايحة البحر او عارفة ان انت هتقعدي في الشمس فترة طويلة، البسي كاب، غطي المنطقة اللي هي العلوية من شعرك دي لان دي اكتر منطقة بتتعرض دايما للشمس والهواء والعوامل التعرية اللي برا. وحتى دايما بتلاقوا ان المنطقة دي من الشعر او الحتة اللي فوق دي من الشعر هي دايما انشف ومتضررة اكتر بكتير جدا من المنطقة دي من الشعر اللي هي بتبقى تحت مستخبية دي. الفصلة دي دايما بتلاقوها ناعمة كده
طرية وحلوة، انما اللي فوق دول دايما بيبقوا لاين كينج. فتقليل التعرض للشمس حاجة من الحاجات اللي لازم نحطها في اعتبارنا كده واحنا خارجين. النقطة اللي بعد كده هي قص اطراف الشعر باستمرار. زي ما انتم شايفين انا الاطراف بتاعت شعري مش متقصفة، بالعكس شكلها ناعم وطري، وده لان انا كنت بقص شعري تقريبا مرة كل 3 او 4 شهور، بقصه تقريبا حوالي انش حاجة كده. كنت بعمل كده زمان من حوالي 2 أو 3 سنين لان انا ساعتها كان شعري محروق. دلوقتي طبعا بما ان شعري اصبح الكواليتي بتاعته كويسه، ما بقتش احتاج ان انا اقص منه الكميه دي كلها، بقيت اقصه تقريبا 2 لـ3 مرات في السنه بس، ولما بقصه بشيل منه حاجه يعني لا تذكر، اللي هو سنتي او اقل من سنتي يعني، بس علشان احاول احافظ على الكواليتي بتاعه الاطراف. ودي حاجه مهمه جدا جدا، ولكل البنات اللي شعرها طويل ومحروق ارجوكي قصيه، ارجوكي ارجوكي قصيه، لان للاسف التقصف ده بيفضل يطلع لفوق 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 لحد ما يوصل لنص الشعر، واحيانا الشعر كلها بتقع. لو سبتي الاطراف المتقصفه دي شعرك هيقصر، شعرك هيتقطع، شعرك هيتدمر، وهيبقى شكله مش حلو، وهيبقى طول على الفاضي، وعمر الشعر الطويل المحروق ده ما بيبقى شكله حلو. يعني انا بالنسبه لي الشعر القصير الناعم الباونسي ده احلى بكتير من الشعر الطويل اللي تعرفين الشكل ده بيبقى عامل ازاي. اخر حاجه وهي حاجه بديهيه برضو هتكلم عنها، وهي الفيتامينات. الفيتامينات اللي انا كنت باخدها فيتامين برايورين، خدته في وقت من الاوقات لان شعري كان بيتساقط بشكل مخيف حقيقي. يعني جات لي مرتين في حياتي، مره كنت في الجامعه ومره بعد ما اتجوزت بشويه، شعري كان بيقع بكميات يعني لحد دلوقتي بفتكر المنظر كان منظر مرعب. حبوب برايورين دي فادتني جدا. في ناس بتقول ان فيها جيلاتين خنزير، انا عايشه في الامارات واي حاجه موجوده على الكاونترز او على في الصيدليات الاماراتيه انا بثق فيها ثقه عمياء. لو انتوا عايشين في بلد تانية مثلا اوروبيه او دوله غربيه يعني، فانصحكم ان انتوا تبصوا في المكونات، ممكن يبقى فعلا فيها جيلاتين خنزير، بس انا هنا في الامارات عارفه متاكده ان انا اي حاجه بشتريها اوفر ذا شيلفز مش هيبقى فيها طبعا لون خنزير او اي حاجه ليها علاقه بكده. لو عايزين تشوفوا فيديو مفصل عن ازاي وقفت تساقط شعري، الحمد لله الحمد لله، شوفوا الفيديو ده مهم جدا، هتلاقوا فيها معلومات مفصله اكتر عن تجربتي مع تساقط الشعر. دي كانت كل الحاجات اللي ساعدتني اخر 3 او 4 سنين في ان انا ارجع شعري لكثافته الطبيعيه، وارجع شعري لصحته ولمعانه ونعومته. ولكن مؤخرا ابتديت ان انا اعمل حاجات تانية اكيد انتوا شفتوها على اليوتيوب شانل بتاعتي هنا، وهي استعمال ميه الرز. ميه الرز رهيبه لتطويل الشعر طبعا، اي حد جربها هيقول كده، ولكن ميه الرز بتنشف الشعر جدا. انا بستعمل علبه زي دي كده، بس بيبقى ليها زي ناصل طويله كده، حط فيها ميه الرز وبركز فقط على الجذور بتاعه الشعر، وبحاول على قد ما اقدر ان ميه الرز دي ما تنزلش ابدا على اطراف شعري، لان هي بالنسبه لي بتنشف. ممكن يبقى في انواع شعر تانية، وشفت بنات بتتكلم عن ان ميه الرز فعلا بتديها لمعان حلوه قوي لشعرها. انا بالنسبه لي مش ده اللي حصل معايا، فوجب التنويه. وبرده لو عايزين تعرفوا معلومات اكتر عن ميه الرز وفائدتها للشعر، في فيديوهات هنا ممكن تتفرجوا عليها، كل الروابط بتاعت الفيديوهات دي هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف لو عايزين تبصوا عليها في اي وقت. كمان مؤخرا ابتديت استعمل زيت الجوجوبا، القمر، العسل، احلى زيت للشعر وللجلد موجود على سطح الارض الحقيقه من وجهه نظري، ودايما بستعمله لما باجي اعمل شعري. زي ما انتم شايفين شعري فيه زي موجه كده، الموجه دي مش طبيعيه، انا بعملها بطريقه معينه. فلو عايزين تشوفوا الفيديو ده تابعوني على الانستغرام، هسيب لكم الاسم بتاعي هنا. فقبل ما بعمل الحركه دي بحط نقطتين او 3 نقط من زيت الجوجوبا اللي انا بقول لكم عليه ده، علشان يديني لمعه تحفه للشعر، ومش بيزيد الشعر لاني بس بحطه على الاطراف. واخر حاجه عايزه اتكلم عنها هي قصه الشعر، بتفرق جدا جدا في شكله. زمان وانا في الجامعه كنت دايما قصه شعري باللي هي الطريقه اللي هي الديجرادي، او اللي هو المدرج، الشعر المدرج اللي هو لاير قصيره وبعدين متوسطه وبعدين طويل. القصه دي انا ما انصحش بيها ابدا لو انتوا عايزين شعركم يبان كثيف، علشان لو انتوا قصين مثلا قصتكم مثلا، فانتوا خسرتوا كميه الشعر دي كلها من ان هي تكون جزء من شعركم. يعني بصوا متخيلين الفرق ده كله هيبقى متشال، بس ده هيكون شعركم. حاجة من الحاجات برضو اللي بتفرق في شكل التخن بتاع الشعر هو السشوار. يعني يمكن نفس شعري ده لو عملت له سشوار دلوقتي يبان ارفع بكتير. وفي النهاية احب اقول لكم ان اهم من كل ده هو الاكل الصحي وشرب المية والنوم. يا بنات الشعر بيطول واحنا نايمين مش واحنا صحيين، يعني لو عملنا كل الحاجات دي وما نمناش كفاية الشعر غالبا مش هيطول بنفس الدرجة اللي ممكن يطولها لو احنا نمنا 8 ساعات في اليوم. بس كده حلوين، دي كانت كل المعلومات اللي انا عايزه اديها لكم النهارده. اتمنى يا رب ابقى فدتكم، واتمنى ابقى سلتكم كمان. لو عندكم اي استفسارات سيبوها لي تحت في صندوق الوصف، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه لو عجبكم المحتوى. بحبكم جدا جدا جدا، واتمنى اشوفكم في كل الفيديوهات اللي جايه. Cause of you.